السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم أينما كنتم من تلفزيون جيبوتي، وأحييكم وأقرأ لحضراتكم هذه النشرة لكم أهم عناوينها. رئيس الجمهورية يبدأ زيارة رسمية إلى مقديشو. دولياً الأمم المتحدة تطالب بإنهاء حظر العمل المفروض على النساء في أفغانستان. من مقدمة النشر إلى تفاصيلها أهلا بكم. وصل رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الصومالية مقديشو في إطار زيارة رسمية تستغرق 48 ساعة عقب دعوة تلقاها من نظيره الصومالي السيد حسن الشيخ محمود. وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار عدن إلى مطار آدم عبد الله عثمان نظيره الصومالي السيد حسن شيخ محمود بحضور أعضاء حكومته والعديد من البرلمانيين وممثلي سلك الدبلوماسي. وتعكس هذه الزيارة مثانة العلاقات الثنائية والشراكات الاستراتيجية والتعاون العميق بين البلدين الشقيقين. ومن المقرر أن يتوجه رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي إلى مقر البرلمان الصومالي، حيث سيلقي كلمة أمام أعضاء مجلس النواب. وسيفتتح رئيس الجمهورية غدا الخميس في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى الصومال مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود أكاديمية اللغة الصومالية الإقليمية ومقرها مقديشو. وكان رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة إلى مقديشو على رأس وفد رفيع المستوى ضم عددا من أعضاء الحكومة بما في ذلك رئيس الدبلوماسية الجيبوتية السيد محمود علي يوسف ووزيرة الشباب والثقافة الدكتورة هبة مؤمن عسوي رئيس جامعة جيبوتي الدكتور جامع محمد حسن القائم بالأعمال في سفارة جيبوتي بمقديشو السيد محمد إبراهيم يوسف. انتي يا دقنكي يا عفكي يا دمتان كمي ليس النهاي يلا فيه يا
هذا وعقب مراسم الاستقبال عقد فخامة رئيس الجمهورية سيد اسماعيل عمر جيلي مع نظيره الصومالي سيد حسن شيخ محمود اجتماعا في صالة كبار الشخصيات في مطار مقديشو الدولي. وتطرق رئيس الجمهورية سيد اسماعيل عمر جيلي ونظيره الصومالي الرئيس السيد حسن شيخ محمود عن العلاقات الأخوية وسبل تعزيز الروابط والشراكة العميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما ناقش الزعيمان خلال اللقاء العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على وجه الخصوص تعزيز الشراكة الاقتصادية والشراكات الاقتصادية والتعاون بين جيبوتي والصومال. ووسط جمهور الوسط الهتافات نزل الصوماليون في شوارع مقديشو ورفعوا صور مكبرة لرئيس الجمهورية ولافتات تشيد بدور الرئيس في تعزيز السلام في الصومال. هذا وتعكس هذه الزيارة متانة العلاقات والصداقة القائمة بين جمهورية جيبوتي والصومال.
وسط الهتافات نزل الصوماليون في شوارع مقديشو رافعين صور ومكبر الرئيس الجمهورية، ولافتات تشيد بدور رئيس الجمهورية سيد اسماعيل عمر جيلي في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في الصومال. كما عقد زعيمان لقاء ثنائيا تباحث خلاله جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما أوجه التعاون القائم بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل الكفيلة لتعزيزها إلى آفاق أوسع وأرحب. وتطرق رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي مع نظيره الصومالي حول الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في المنطقة لا سيما في الصومال، وشدد على ضرورة تعزيز الأمن والسلام في القرن الإفريقي وخاصة في ربوع الصومال. كما أجرى رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي مع نظيره الصومالي السيد حسن شيخ محمود جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدين رفيع المستوى من البلدين في جو ساده روح الأخوة والصداقة والتفاهم التام. وتبادل الجانبان وجهة النظر حول العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، كما استعرضا القضايا الإقليمية والمحلية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الزعيمان عن ارتياحهما لمتانة العلاقات والروابط الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين الجيبوتي والصومالي، وأكد عزمهما على القيام بكل ما من شأنه أن يعمق العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك بين جيبوتي والصومال. وثمنت جمهورية جيبوتي ما تشهده جمهورية الصومال الفيدرالية من تنمية وازدهار وأمن واستقرار، وما حققه من إنجازات أو ما حققته من إنجازات كبرى في عهد الرئيس حسن شيخ محمود. هذا وفي كلمة لرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي شكر نظيره الصومالي السيد حسن شيخ محمود على الترحيب الحار الذي حظي به والوفد المرافق له. وأكد الرئيس إسماعيل عمر جيلي أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعوة تلقاها من نظيره الصومالي. وأكد رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي في كلمته على أن اللقاءات شكلت فرصة لمناقشة سبل وطرق تعزيز مستوى التعاون وزيادة العلاقات التاريخية والشراكة بين البلدين الشقيقين من أجل تنمية الشراكة الاستراتيجية بين الشعبين الشقيقين. بدوره رحب رئيس الصومالية السيد حسن شيخ محمود برئيس جمهورية جيبوتي على هذه الزيارة، مشيرا إلى أن الصومال مشيدا بعلاقات الصداقة القائمة بين جيبوتي والصومال. عقد مجلس النواب وفقا للمادة 22 من نظامه الداخلي عقد اليوم الأربعاء 28 من ديسمبر الجاري الجلسة العامة لعام 2022. وترأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية سيد محمود علي حمد وبمشاركة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد والبرلمانيين وأعضاء الحكومة، حيث كان في جدول عمل الجلسة العامة المشاريع القانونية التالية: مشروع قانون رقم 165 للهيئة التشريعية الثامنة لعام 2022 المتعلقة بإعادة تنظيم المفتشية العامة للمالية، ومشروع قانون رقم 176 للهيئة التشريعية الثامنة لعام 2020 بشأن التوجيه الاستراتيجي لهيكلة القطاع الغير رسمي في جمهورية جيبوتي
ومشروع قانون مالي رقم 178 للهيئة التشريعية الثامنة لعام 2020 بشأن التسوية النهائية لميزانية الدولة للسنة المالية 2021، ومشروع قانون مالي رقم 181 للهيئة التشريعية الثامنة لعام 2022 بشأن الميزانية الأولية للدولة للسنة المالية 2023. وفي كلمته الافتتاحية أشاد رئيس الجمعية الوطنية بالأعمال المشتركة بين البرلمانيين وأعضاء الحكومة التي من شأنها تسهل العمل المطروح في جدول أعمال الجلسة، والذي يعكس رغبة الحكومة في الاستجابة بفعالية للعمل البرلماني. وأثارت النصوص المختلفة التي تمت مناقشتها خلال الجلسة العامة هذه نقاشا مثمرا، وتم التطرق حول وسائل تعزيز إجراءات مراقبة الأموال العامة والصحة المؤسسية جيدة للجمهور والمناظر الطبيعية شبه العامة، إلى جانب الإشراف على القطاعات التي تخلق فرص عمل وضرورية للاقتصاد الوطني، مثل إضفاء الطابع الرسمي على القطاع غير الرسمي. كما ناقش النواب بشكل موسع موضوع الإنفاق العام وغيرها من المواضيع الهامة. وقبل اختتام الجلسة العامة قدم رئيس البرلمان السيد محمد علي حمد أطيب تمنياته لجميع الحضور والبرلمانيين وأعضاء الحكومة وللشعب الجيبوتي وللعالم بمناسبة حلول العام الجديد 2023. هذا وقدم نواب المشاركون في هذه الجلسة الأسئلة، حيث طرح أحد النواب قائلا: هل المفتشية العامة للمالية لديها الوسائل القضائية في التدخل مباشرة عندما يكون هناك تزوير وعندما تقوم بتقديم توصيات؟ هل هذه التوصيات تحترم؟ وما هي الوسائل القضائية التي تتمتع بها المفتشية العامة؟ وهل بإمكانها تقديم عقوبات للإداريين؟ ما هي الاستراتيجية بين التجارة غير الرسمية في الاقتصاد بغية مكافحة الفقر؟ ما هي الإجراءات التي تتخذها وزارتكم لترقية القطاع غير الرسمي؟ هل هناك إجراءات أو حلول يقومون بممارسة أعمالهم دون إزعاج حركة المرور بعد الإصلاحات المقدمة لعام 2023 والأنشطة المتاحة؟ هل هذه الإصلاحات تعكس طموحات والرغبة السياسية لرئيس الدولة؟ وأجاب إذن المعنيون بهذه الأسئلة، وقال إذن وزير الاقتصاد: المفتشية العامة قد تأسست بقانون في عام 1997، وقد اتخذنا أعمال لتحليل النتائج التي حصلنا عليها هذه المؤسسة. هناك العديد من المراقبة لمراجعة تنظيم هذه المؤسسة، والآن تقوم بتخطيط في أعمالها في مختلف مهامها. إن مشكلة التجارة غير الرسمية تعد مشكلة في القارة، ليس فقط في جيبوتي ولكن في كل بلد لديها خطة قد لا تمثل مشكلة للدولة، وإن هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون هذه المهنة هم في ظروف صعبة، إنه قطاع بعيد عن جميع القوانين. إن الميزانية المقدمة لكم هي ميزانية تقديرية لعام 2023، إنها ميزانية لنعاش الاقتصاد الوطني، وخاصة إنها ميزانية لتعميم الموارد البشرية، ونحن أحد الدول في العالم التي تركز على السياسة الميزانية في الموارد البشرية، وإن الحل الوحيد هو أن نتبنى معا لتنفيذ السياسة الصارمة. قامت السيدة إلهام عمر عضو الكونغرس الأمريكي، وهي سياسية أمريكية من أصل صومالي وعضو في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء 28 ديسمبر بزيارة للاتحاد الوطني الجيبوتي.
وترأست الحفل ومناسبة الزيارة وزيرة شؤون المرأة والأسرة، وشهدت مشاركة العديد من النساء البارزات في الحكومة ولا سيما وزيرة الشؤون الاجتماعية. وكان الغرض من زيارة إلهام عمر مناقشة القضايا التي تواجه النساء والفتيات بشكل عام، ومعرفة المزيد عن العمل الذي يقوم به الاتحاد من أجل دعم وتمكين المرأة الجيبوتية. وخلال الزيارة عقدت السيناتور إلهام عمر عضو النواب الأمريكي أو عضو في مجلس النواب الأمريكي السيدة إلهام عمر اجتماعا، حيث سمح الاجتماع بمعرفة المزيد عن التحديات التي تواجه المرأة في جيبوتي ومناقشة الطرق التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها دعم جهود المرأة في بلادنا. وتمت أيضا مناقشة العديد من المواضيع خلال هذا الاجتماع بما في ذلك تطور المرأة الجيبوتية في جميع المجالات، كما ضمت المناقشات مواضيع مختلفة تهدف إلى تعزيز مستوى التبادلات والتعاون بين جيبوتي والولايات المتحدة في مختلف المجالات والمواضيع. هذا وزارة السيدة إلهام عمر وهي عضو في مجلس النواب الأمريكي، عدة أقسام تابعة للاتحاد الوطني الجيبوتي منها وحدة الاستماع والمعلومات والإرشاد لضحايا العنف، حيث ناقشت وتبادلت مع المسؤولين حول وجهات النظر فيما يتعلق بموضوع المرأة. وخلال هذه الزيارة عبرت السيدة إلهام عمر عضو في مجلس النواب عن سعادتها لزيارة هذه الأماكن، وهنأت الاتحاد على إنجازه هذه المشاريع المطورة والإنجازات التي حققها الاتحاد الوطني سان جيبوتي لتعزيز الشؤون المرأة ومستوى المرأة الجيبوتية. وتحدثت أيضا السيدة إلهام عمر مع نائبة رئيسة الاتحاد الوطني وأعضاء آخرين في الاتحاد لمعرفة المزيد عن جهودهم لتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. وهذا وعربت السيدة إلهام عن تقديرها لجهود الاتحاد، وأشادت بالالتزامات الاتحاد الوطني للنساء الجيبوتي لتحسين حياة النساء والفتيات في بلادنا. هذا وألقت الأمينة العامة للاتحاد الوطني لسان جيبوتي كلمة، وقالت باسم السيدة الأولى في جمهورية جيبوتي وباسم نسوة جمهورية جيبوتي: نرحب بالسيدة إلهام عمر عضو الكونغرس الأمريكي، نرحب بك في مقر الاتحاد الوطني لسان جيبوتي. وبهذه المناسبة نود أن نطلع لسيدة إلهام عمر مسيرة الاتحاد الوطني لسان جيبوتي الذي ينتمي إليه نسوة جيبوتي أينما وجدنا. هذا الاتحاد له تاريخ طويل، فقد تأسس قبل الاستقلال الوطني بشهرين بمبادرة من أمهات جيبوتيات، وقد قمنا بتشييد هذا المقر بجهودهن وأموالهن، فهو معلم بارز وورثناه من أمهاتنا والأجداد أيضا، ويتميز عن غيره من الجمعيات والمنظمات كون السيدة الأولى تشرف عليه وتترأسه. فقد كانت رئيسة الاتحاد سابقا المرحومة عائشة بقري، واليوم رئيسته السيدة الأولى السيدة خضراء محمود حيد، وهذا يعطيه أهمية خاصة مقارنة بغيره من المنظمات. وزيرة المرأة والأسرة كانت لها كلمة، قالت هي الأخرى: لقد كان للأم حضور بارز في كافة محطات الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي، كما أشارت إليه الأمينة العامة التي تحدثت عن مسيرة التحرر من الاستعمار وكيف ساهمت المرأة في بناء وتشييد الاتحاد وتعزيز دور المرأة الجيبوتية. فنحن نعيش في بلد يحب دوما أن يتآسى
الدول الأوروبية أو أمريكا للوصول إلى الأهداف المنشودة، لكن أعتقد أن بلادي يمثل نموذجا يحتذى به للعديد من الدول الكبرى أو أكثر منا ثراً، ومن حيث عدد السكان والحمد لله رب العالمين، وهذا تحقيق أو هذا تحقق بفضل رغبة وإرادة النظام القائم منذ الانطلاقة الأولى، حيث تولى رئاسة البلاد المرحوم الحاج حسن جوليد ابتدون والسيدة الأولى السابقة المرحومة عائشة بقري، ومن بعدهما الرئيس إسماعيل عمر جيلي والسيدة الأولى خضراء محمود حيد. لقد تم إنشاء وزارات الأول منه عام 2000، ومع مرور الوقت تم تعزيز الإطار القانوني للوزارات وهي تعمل بجانب الاتحاد الوطني الجيبوتي. واليوم لدينا في التشكيلة الحكومية الحالية 6 نساء يشغلن حقائب وزارية، وشهدت شؤون المرأة تطورا ملحوظا منذ عدة سنوات. أما السيدة إلهام عمر وهي عضو في الكونغرس الأمريكي عبرت عن سعادتها وقالت قالت النائبة في الكونغرس الأمريكي: إنني سعيدة اليوم بأن أتواجد معكم مع هذه المجموعة المتميزة من النسوة اللواتي يشاركن في قيادة شؤون بلادهن. أشكر السيدة الأولى على التسهيلات التي قدمتها لنا لعقد هذا اللقاء، وعلى جهودها لتنمية المرأة الجيبوتية، وعلى البرامج المختلفة التي ترعاها لصالح المرأة الجيبوتية. شكرا إليك سيدة الجيبوتية الأولى. كما تعلمون فإنني أم لطفلين ولدي إخوات، وقد قام بتربية والدي الذي كان يؤمن بأن الرجال والنساء متساوون، وإن بإمكانهم الوصول إلى أهدافهم، والحمد لله فإنني أعتبر نفسي نموذجا للمرأة الناجحة بفضل جهود أبي وهو على قيد الحياة. وأعتقد أن الآباء والأمهات فخورون بالمراتب التي وصلت إليها في هذا البلد، وإنه أمر يدعو للفخر بأن يكون للمرأة حصة تقدر ب 25% في البرلمان الجيبوتي على خلاف البلدان الأخرى، وذلك هناك حضور بارز وكذلك هناك حضور بارز للمرأة الجيبوتية في الحكومة. وأهنئكم جميعا بهذه الإنجازات والتقدم التي حققتموها امتدادا للجهود الرامية للارتقاء بالمنظر العام للعاصمة والمنظر الجميل. تتواصل الحملة التي أطلقها مكتب عمدية مدينة جيبوتي منذ يوم السبت الماضي الموافق 24 من شهر ديسمبر عام 2020 لإزالة حطام السيارات المهملة في بلديتي بلعوص وبلبلة. وتهدف هذه الحملة الجديدة التي يشرف عليها عمدة مدينة جيبوتي السيد سعيد داود محمد إلى إزالة هياكل المركبات المهجورة من الشوارع والساحات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة لمعالجة تشوهات وجمع القمامات. وفقا لمنفذي الحملة فإن من شأن حطام السيارات المتروكة في الشوارع أن تؤثر سلبيا على الجهود المبذولة لتجميل الشرايين الرئيسية للبلاد. وحث القائمون بهذه الحملة سكان البلدية وبلدية بلعوص وبلبل على المشاركة بفعالية في حملة تنظيف هذه، داعيا أصحاب المركبات والسيارات المتروكة لإزالتها في الشوارع في أسرع وقت ممكن أو إزالتها من الشوارع في أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل تجميل العاصمة جيبوتي أو المناطق الداخلية التي ستشهد أعمال مماثلة. وفي كلمة لعمدة مدينة جيبوتي السيد سعيد داود محمد حث المواطنين إلى المساهمة بشكل كبير في مثل هذه الأنشطة وفي هذه الحملة من أجل تحقيق أهداف الحملة التي تنفذ ضمن مشروع صفر نفايات في العاصمة وتجميل بلادنا. وأوضح أن
هذه الخطوة تأتي لإزالة المركبات والسيارات المتروكة على الطريق العام وتجميل البلاد، وتهدف إلى جعل المدينة الجيبوتية جميلة ونظيفة. جميع حطام السيارات المهجورة تؤدي إلى تضييق الطريق العام وتعطيل حركة المرور، وإن إزالتها ستمكننا من تجميل بلادنا. أقامت جمعية بر الصحة يوم الاثنين 26 من ديسمبر 2022 أقامت أمسية توعوية حول حماية البيئة ومحاربة التغير المناخي في بلادنا، وذلك في مقر مركز التنمية الثقافية في حي أرحبة. وترأس الحفل رئيس الجمعية السيد عبد الله محمد عبد الله. الهدف من هذه الأمسية هو رفع مستوى الوعي حول مسألة البيئة والتغير المناخي في بلادنا. هذا وتم إنشاء جمعية بر الصحة في 25 من يوليو عام 2019، وهي جمعية تعمل بانتظام على رفع الوعي لدى المجتمع بضرورة الحفاظ على النظافة وحماية الغابات في المناطق الداخلية، وتنفيذ حملة لإعادة تشجير الغابات وحماية نباتات البحرية الاستثنائية. كما تطلب الجمعية من الصيادين على عدم صيد أسماك القرش الأبيض وأسماك قرش الحوت لأنها من الأنواع المهددة بالانقراض. هذا وشكر رئيس الجمعية السيد عبد الله محمد عبد الله الشباب وكذلك النساء الذين شاركوا بشكل مكثف في هذه الأمسية. إلى الساحة الدولية، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في أفغانستان إن القائم بأعمال رئيس البعثة السيد رامز حث الحكومة الأفغانية على إلغاء قرار حظر عمل الموظفات الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية وسط مخاوف من أن يفاقم الحظر مصاعب فصل الشتاء. وقالت البعثة في بيان: يحتاج ملايين الأفغان إلى المساعدة الإنسانية وتدليل العقبات ضروري، مضيفة أن القائم بأعمال رئيس البعثة والمنسق الإنساني فيها اجتمع مع وزير الاقتصاد. وأعلنت 4 منظمات إغاثة دولية الأحد أنها ستعلق عملياتها، كما أعلنت منظمات غير حكومية أصغر تعليق عملياتها، ومن بينها منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم والتي تتخذ من بريطانيا مقرا لها. أعزائي المشاهدين، بهذا قد وصلنا إلى نهاية النشر. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. أترككم في رعاية الله إلى اللقاء.